هو يعني امتى اقدر اقول اخد المريض ده حالا المستشفى؟ لا دي اعراض خطيره، لانه من المعروف طبعا واكيد حضرتك عندك رصد الحالات دي انه في حالات كتير توفاها الله طبعا عمرها، لكن بسبب انه اتاخر قوي في انه يروح المستشفى. نفصل بين حاجتين، انه اتاخر في المروح للمستشفى وانه ظهر بجلطه او مش جلطه. هو ممكن يبقى اول ظهور للاعراض عنده بالجلطه في القلب او جلطه في المخ، ويكون ده تشخيصنا ليه ان هو كورونا. لكن في حاله بقى التانية اللي هي بدات باعراض عاديه، عنده اعراض مثلا زي اعراض انفلونزا عاديه، او عنده اعراض نزله معويه وعنده سخونيه. المشكله بقى في هنا ان هو ما بيروحش للدكتور او يطمن هو عنده ايه بالظبط، يفضل يعالج على انها حاله بسيطه، شويه برد، هاخد اسبرين، هاخد بنادول، هعالج نفسي بقى. واحنا المصريين لطاف قوي في الحكايه دي، يلا حافظ بقى الكلام. يا دكتوره صدقيني ما احنا الحمد لله شاطرين قوي، يعني بنحل مشاكلنا بنفسنا. على فكره ده حل كتير من المشاكل والله. عايزه اقول لك فهم الفكره مش ان انا ابتدي العلاج، انا ما عنديش مشكله خالص في بدايه العلاج، يمكن ده ساعد كتير في الحالات البسيطه او الحالات اللي اعراضها بسيطه. لكن المشكله ان انا ممكن يقعد يقاوح او يتاخر بقى، ان مفيش تحسن، لا يبقى انا لازم ما استناش، يعني ما اقعدش اسبوع 10 ايام بعالج في برد ما بيتحسنش. بعد كام يوم ابتدي اقلق واروح مستشفى؟ المفروض خلال 3 4 ايام لو الدنيا ما اتحسنتش او مفيش تحسن واضح، ابتدي على الاقل اطمن في ايه. يعني مش لازم اروح المستشفى، ممكن تطلع برضو حاجه بسيطه، ممكن تطلع كورونا بسيطه او كورونا متوسطه، ممكن علاجها في البيت. بس اطمن اشوف حدودي فين، يعني انا ما اطمنش واقعد في البيت وانا مش عارفه اولي من اخري فين. يعني اعمل الاشعه واعمل التحاليل واطمن ان الوضع شكله ايه، وعلى اساس نصيحه الدكتور هو اللي هيوجهني، لا انت محتاج مستشفى او ممكن تكمل علاج في البيت. طيب يا دكتور، احنا في خبر كده قلب الموازين في حسابات كورونا، وخبر اعلان شركه فايزر عن لقاح محتمل وانه خلاص حقق نتائج كويسه. احنا كمان من قبلها بشهور كنا سامعين او في متطوعين في مصر شغالين بالفعل على لقاح اخر. نفسي حضرتك كمان تقول لنا وصلنا لايه في اللقاح اللي بيتم اختباره في مصر وفي بلاد كتيره في العالم، وكمان موقفنا هيكون ايه لو كان هو اللقاح المعتمد هو لقاح فايزر على الاقل في الوقت الحالي. بس هو من ساعه ما ابتدينا الفيروس العالم كله في سبق علشان يحاول يوجد لقاح، لان هو ده الامل ان انت تلاقي لقاح تقدر تمنع الاصابات او تقليلها. في كذا لقاح وصل لمراحل متقدمة أو خلاص على وشك إنه ينتهوا من التجارب بتاعتهم، منهم طبعا اللقاحات الصينية، وإحنا عندنا 2 منهم زي ما حضرتك بتقولي شغالين في التجارب فيها، وفي اللقاح الإنجليزي بتاع أوكسفورد، وفي اللقاح روسي، وفايزر أخيرا أعلنت إن هي خلصت النتائج ووصلت النتائج مبدئية للمراحل الأخيرة من التجارب بتاعتها، وإن هي على وشك الإنتاج. كل ده احنا لسه هنجربه، يعني هي حتى فايزر لما اعلنت احنا لسه هنشوف الفاكسين. العمليه مش ان انا وصلت الفاكسين، ما الفاكسين ده لسه هينتج بكميات، هيبتدي يتوزع للدول. ناخد بالنا ان احنا دوله من وسط دول العالم، فكل دوله هتاخد شير، حتى لو هو ده الفاكسين اللي هيعتمد هتاخد شير منه، يعني العمليه لسه هتاخد وقت. فانا عايزه نقول احنا الحمد لله يبقى عندنا امل ان في فاكسين، يعني فينا قرب يوصل. بس احنا الفكره ان انا مش منتظر الحل ده هيبقى عندي خلال شهر او شهرين، او الموضوع هيخلص خلال شهر او شهرين بالزبط. فانا ما ينفعش ان انا اتجاهل المشكله ان انا عندي اوريدي الفيروس موجود، انا اخد حذري وهنستنى الفاكسين لما يطلع. الفاكسين كده كده اول ما يجي هيتجرب عندنا وهنشوفه وهنشوف نتائجه، واحنا جاهزين مستعدين. الصيني اللي احنا التجارب شغال عليه وخلاص قربت تخلص، برضه هنشوف نتائجه معانا وهنشوف هنطبقه.